بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إلهي فضلكيس وحين سوسو نقولنا جلستين ودميسي أفرتي جلسو كبر أصول الفقه أفر فرد أو قرى. هذين مركز سوسو حرنو جلسات كي أودن. جلستي كواد وحين كغصو هذا أصول الفقه يتعرف كيس يوحل وقصلي. وحين كغصو هذا أصول الفقه مباحث ودراسية. فالسادي الحكم الشرعي يقيمه سكال الدون سيدا الحكم الشرعي التكليفي الحكم الوضعي مدلبه وإن شاء تقسيمني الحكم التكليفي شامبين وكردقني الحكم الوضعي صدح بين أسوى قيمني فالسادي لبعض وحن كقه هذا اللي أدلة الأحكام الشرعية ويدنا إنه قيمني لبقيمه الأدلة المجمع عليها هي الأدلة المختلف فيها تلسل صدح هذا وحين بلون دلالات الألفاظ دلالات الألفاظ وحين قيب إن صدح قيب وحين نقيب وحال نبحنا إن دلالات الألفاظ من حيث الوضع اللغوي وحين كي إن حق اللغة معاني ذو دجسي هي دلالات الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء ودلالات الألفاظ مكلا وحق معاني ذو إنه واضح هي ينسى واضح عين هي دلالات الألفاظ من حيث الكيفية ومركلا ودلالات الألفاظ كقاب كحكم كي لوجود واقعي صدح هذا إنه كلا قيم إنه مرك جلسة صدح هذا إنه كلا هذا اللي قاري اللي دلالة الألفاظ من حيث الوضع اللغوي وحيننا قيم إنه صدح قيم وضعها الأمر والنهي العام والخاص هي المطلق والمقيد صدح أنا قلت ما يصير أفراد دي لا يرى ذو حنا كلنا ما يستريد هنا دلالة الألفاظ أنت قلت ما يصير صدح دلالة الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء هي دلالة الألفاظ من حيث الكيفية وحنقول إن شاء الله تعالى إذا جلسنا كهذا دونا الموازنة والتنسيق بين الأصول ويسوها الجليين الاجتهاد والتقليد التعارض والترجيح هي الناسخ والمنسوخ وحنرجعنا يا إلهي فضلك إن أفرتان جلسوا أي كبحيان سورة عامة أصول الفقه وقفكم مركو لجيستو أي سور بحكة سينيان سلامر كان أي أسهليان إنو فرنقا فهمه أما أو دراسيه لكن وحن مرة بتركيزنا يا إن أفرتان فدي قفك أيسن كده قين إنه أحرب علما أما أود راسيه حتى إن شاء الله تعالى مركوح نقول قلنا ترسق إني أو نكب لام إنه دلالات الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء تين مركا قد قال دلالات الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء وإن أجد إنه إن ألفاظ قار دلالة ذو أي واضح طاي وقفك مبا هنا إنه فهم وجود هذا هي مقصود كل جل لفظ جاس دليل جار أم قرينة جار أو بحر قارن الدلالة واضح ما هو خفي أو حب هي هي وحف السرعة أم الدليل أم قرينة كلا وعد يس وجود هذا هي مقصود كلوجة قصدي دلالة لفظ جاس طيبها نوع كان وحاهز جلي المجمل والمبين النص الظاهر والمعول هي الحقيقة والمجاز سي تقسيم كوسي سهل هذا وحن هوز قال لنا النص المبين بين كفر عينين الحقيقة الظاهر بين هوز قال لنا هذه العيرة سيد المجاز أنه هوز قال لنا إنه المؤول وحن كبر عبين مركة المجمل والمبين المجمل ما هو قصدي المجمل واللفظي دلالة السؤيسا سيقل يسمرك الفيريو أيسا واضح أهين وقفكو مركة أمك لو بمجرد لفظي أنه مقلي سوف أن دليلك يقررنك لتشرين معناها لو قصدي اسم واضح اهي وحات صاره مثلا قر رب سبحانه وتعالى مركو كهل لي هوينك ديقه هلا الا فري عدد اي ترسانيان انت ايسن حلال نقن نينك لا اني غوسته وحين والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء هوينك لفري وحي سغيان صدح قرء بي سغيان انت ايسن نكلا وحلالو قرء ما معناه يسو وحن أسمي هاي إن لوجت شيء هذا حلق يا إن لوجت شيء هذا طهر إن لوجت شيء وأنا لو ما عنا أسوأ عكسها مركب وحب هاي الدليل يا قرينا كلا وحن لوجت قصدي يا قرئة ما حلق بقى لوجت قصدي يا بس طهر بقى لوجت قصدي يا فالمادة هو يسكو خلاف نقول أنا واحد يكون معنا ينحي قول أنا واحد يكون معنا ين طهر وحق الله لما إذا مهرك جبر هذي لجوس هذا مهرنا الله ما جعابي سلما كان أنا لسان ونكون سن جبر لسان هذي سوى أن لدسان أفره لو أدي حق وحيقول له هاي مهرك بركيس بيقول له
ربي سبحانه وتعالى مركو وحكو بوريي إن دادكو هذي قوالي لفورة مهركي لا دمايسترو ونكي إنو مهركي دمايسترو ولا تنسوا الفضل بينكم و مهركي إنتو قوالي كيكال الرابي لها مرضو قوالي نكاحكو حري إنو دمايسترو اسكسيه سيدوك لوحا معانها اللسمن إن ربي سبحانه وتعالى كبوريي قوالي ولي قيدي إن كان مرها ديوسن قوالي بالسن مهركي إن لو عفيو لو داية بركة كالي إنت هذا معنا الله ولا معنا أنا وحيكو عادي وح سوز قليان رب سبحانه وتعالى مركوير أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وحن سام مركو الله أن هاي وحن عدين أما مجمل أه وحن لو قصدي الذي بيده عقدة النكاح الذي بيده عقدة النكاح هو حن لو قصدي زوجك ويسقو عقدة النكاح هاي استحق فرتان زوجك وحبو فر سقى أود لنا جواد فر مرك والذي بيده عقدة النكاح سواء لو قصدي ولي الأمر سجى أود لأنه جواد النكاح ومهرين هو الذي بيد عقد النكاح. مركل لما لا غلبة معناها أن الذي بيد عقد النكاح هو أي كره مبسا ونكو إنه جواد انتهاف كي كلا وهرسنا إلا يراور هلا سكت عفوا نكاح مرات وسوى جواد السن. أما إن هو نك زوج كها وسوى لما استرى ودور جواد مرات عن نهر نكاح كحري ولا تنسوا الفضل بينكم أنت بمنايدنا الله الله قدره. أو يل مهر كي أنا ميسترن جواد السيد على قصي، مثل هذا معنا هو احتماشة. حكم كمجملكو وإن للراضي دليل أما قرينك الشرعية أو واحد لوجا قصدي عطيسة، لكن سديسة إن لوجا رقم ما سديسة وين لقى توقفه؟ أنت اللي جاه لي قرينه عطينا إسا وجدد اللي قال لي أما الدليل كلو عطينا يا مقصود كلفظي مجمل كمعاني دي سفسمن كان لوجا قصدي إن لوجا رقم عطينا إسا. وحتى يذكر دوان المبين المبين سواء لفظي دلالة سواء عبر دلالة سواء حكوا عضاي إما من صيغتي من نفس صيغتي ومركي أدمقش لفظي نفتي سأي دلالة سواء عضاي أما قرينا كلا أم دليل كلا أي وجودك لقالها هي مقصود كيسي عدي لا بد أسمرك مبين ونقري إن لفظك سيسا واضح فيها أو سر إشكال بكثرين هي إن دليل كلا أما قرينا كلا أي عضاي سي مقصود كي لفظي لقالها لوضع معنا أما وحكبة ذن واحتمال إن اللوجو وذا قصدين مت معين أما جار اللوجو قصدين هل كاسمرك وماش الغير هذا وح يعني بيانكو ولا جو مارمن إن مت مقل بيانيه صابتوا بيانكو وإن شيء إشكال هلا إن لما فولين كراء حكم كي هدوس عضين صادرات بيانكو وإن لقصار شيء إشكال كي ولا لا واضح يويا وحنا سو لقفر يا قاعدة ذا أصوليون تغير هذا تأخير البيان على وقت الحاجة لا يجوز. وقفكو مركب وبيانك وبهنيه. وقت حاجة أي شرط إن وحل عطيه إن لقد بدقاي وحبنا نمه. المبين سين هداية المعنوع نهوز جينين النص. النصك ولفظي عن احتمال وحل معنا كبدا. أصلا باللفظ يعني هل معنا أي حكوية هي نص؟ هل كان معنوم احتمالا؟ رب سبحانه وتعالى مركب لها تلك عشرة كاملة تاسي وطبان دمايسترن مالما قفكو سومي مثلا مركي متمتعي هاي أو قاري هاي حاجك وسن هذي أودين طبان بي هالصوم صدح بريء وكو سومي في الحج يصبع إذا رجعتم أقفكو مركي أي نقضان مركي تلك عشرة كاملة وطبان مالما دمايسترن طبان مالما مركي دمايسترن معنى كلمة احتمالا أن طبان هاي لا يعني لما أراني ما تبان وانترل بحية سجال ولا سومي كرا أما سدد ولا سومي وح كلام احتمالا نص الحقوقية هاي تبان أبو نص كويه ومع معنا أن تبان هاي إنه ما احتمال كرا أنت أسمرك وحنا كي وجد بيا المجمل المبين وحنا بمعنى إن الظاهر والمعروف الظاهر واللفظ له لما معنا يكبر لكن معنى أي راجح فيه مركب لفظ قاس أو كتسي معنيه زي راجح قوها يقف مركب أم قالوا مركب وكفهمي وعلى المعنى هو المتبادر إلى الذهن معنيه قف ما ذي حس كسر دعي مركب لفظ قام قالوا من نفس صيغتي مركو يعني لفظ قام قالوا الصيغة دي سأم قالوا معناها وكفهمي وكجرمي أي اللي لا الظاهر لكن أريد أزيد ما يسوع إنه معنى كلام الله هو مرجوح جديد ما يسوع صار مثلا أما أنت هنا تصالين لفظيا الظاهر واحد لغة قصدي
وحين رمنا إنه نتلمانه وحين نري الظاهر كو واللفظ يقول كتسيه معناها المتبادر إلى الذهن معني معناها الراجح اللفظ يقول ليه وإن ذكرت إنه معناه كلام كتسيه مرك الدلالة إن اللفظ يقول كتسيه معنيه الظاهر كاهي دلالة قطعية معنى ودلالة ظنية صوت وحدي ذكرت إن ظاهر كلا لا صرفيه والله صرفيه معنيه مرجوح آه إن الله صرفيه هذه قليلة أما دليل كلا لحظة سيدو كلا يضعي تاسي جرتو حدنا حكم كظاهر كوحي هاي إن لفظي كان أصلا لوح بارو معني سراجع لفظي كوحي احتمالا وحلاو معنى كبضل لكن معنى راجع كوحي هاي بنن وقفكم مركا أمغلا معناها سامدح سكو صدعي حكم كوحي هاي مركا إن لفظي كان ظاهر كان لوح بارو معني سراجع وظاهر كوحي هاي دليل ما مبهانا أرنقاس دليل أرنقاس مبهانا لكن دليل وحا أبهانا إن لقصر فيه معنيه ظاهر كاها والله صرف فيه معنيه مرجوحة الله صرف فيه تسأل مثلا أدين نكبح إنه مسألة ذاس رب سبحانه وتعالى نبي الله نوح بركون لها اللي وحوي دونتي لقرغير هر قوم نوح قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وحوى البقون نوح وحاد كقادة حيوان هذا لبي يبدك كقادة لبي يبدك دونت كسار أهل كاغنا دونت صار رب سبحانه وتعالى نبي الله نوح مركا وأهلك مركا اللي يري ظاهر وحكوية معناه أهلك أول كسنا سوز قري مركا سو رب سبحانه وتعالى وعاضي مركا ولكي وأركي إنه أهلك سمي وحيري فقال ربي إن ابني من أهلي إلهه ولكي وأهلكي وكمديه ووعدك حق يعني واحد إيه بلان قاضي إن أهلكي هلا هلا شنو مركا معناها الظاهر كنبي الله نوح مركا فهمي أهلك كفهمي وحيد ويلكيس إنه كم بدي هاي أهلكيس إله رب سبحانه وتعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وحكرت صلى الله عليه وسلم قادنا إنا وجاء رب رب سبحانه وتعالى حيرو وجاء رب هل كان رب سبحانه وتعالى وفي إله بإيماني مركا إله بإيماني معناها الظاهر كوية وحيتاي إن رب سبحانه وتعالى إسقوا إيماني مالك قيامة كيف يلو إيمانه يو وحي نشاق كلنا إيمان يعني آيات آيات الصفات إلى نور ما رب سبحانه وتعالى مجيء جيسا إنه أن كيف ينها بيراته كيف يلو وحي نودين إن علم قال رب سبحانه وتعالى لكن وحنا نكره وين إن آمنون إن رب سبحانه وتعالى إيمانه لذلك قارب أمرك وحير هذا المية وحي نكو حنبار إن ملائكة سائنا لسين ولين سأل الله أمرك احتمال كرب سبحانه وتعالى حقوق قطعي إنه وجاء ربك والملك صفا صفا ربي سبحانه وتعالى ملائكته ومالك قيامته وإيمانيا ملائكة يقوى ولب الصفوفة أي إيمانيا لكن معناها أن مجيك رب سبحانه وتعالى سلاسه الظاهر كوية رب سبحانه وتعالى إنه إيمانيا أي أنه كوحا بارنا الدليل كلنا وضحنا إنه كسر في إنه معناها إن سلا اللغة قصده إنه دليل كلا وضحنا لكن دليل وحا وضحنا أما قرينك كلا وحا وضحنا إنه معناها اللغة قصدين إلا عدية دليل قرينك كلا وضحنا وحين مركا هوز قلنا إنه ظاهر سين هداي إشارني الحقيقة الحقيقة وإن لفظك لو استعماله معنيه أصلا لغة أهن لو تجي إن لو استعماله سيدا أسد لباح لباح وحال لو تجي مع حيوان كان ضدك عناء حولها عناء دورك كتلا لو تجي مفترسك هدو قفك مركا ويلا رأيت أسد لباح وانا مركا بقفك ويحكفها ميا معناها ظاهر كي وكفها ميا وحيتاي إنو أركي لباحي أما ظهر كي مفترس كأي حيوان كائن وأركيبه كفهمه لكن واحد ذكرت إن معنى كلا الله استعماله معنى كلا الله استعماله الصورة دلها مع إن مركا أتكفهمت إن رأيت أسدا لباح بان أركي دور كوكتر وبها له إن أتكفهمت معنى سي دليل مبهنا دليل قارة مبهنا وأن سيدة واللفظ أسد وظاهر كوكوية إن داس مركا ظاهر بان كوكوية المؤول أما أنت أنا ظاهر كأنا كجدي وحين تقسمين إن الحقيقة حقيقة وحين نري وإن لفظك لو استعمال معنيه سي أصلك اللغة أهان لو دتشي وهذا عكر تمركين لو استعمال حقيقة وحين قبس إن صدح إنه حقيقة شرعية حقيقة عرفية هي حقيقة لغوية مثلا لفظك وحلاقي يا وإن أصلك سي لو دتشي أن لو استعمال أو حقيقة كلا أي سوي سنتو حقيقة كلا أي سوي سنتو حقيقة حقيقة شرعية مركب
لفظي كان مركي لقى السارة معنيه اللغوية معنى الشرعي الله سميه وحقيقكم نقول إياه معنى الشرعية وهذه قفكم أم مقله وحلو حن باري حقيقة الشرعية صلاة نبيهم الصلاة الصلاة حق اللغة وحلو إلى الدعاء أصل قصدي اللغة هنلو تشي لكن هذا حقيقة شرعية لا هي الصلاة وعبادة إنه نقانه سجود إيه ركوع إيه قيام كلا أفعاش إيه قواش تكبيرة إحرام نكب لغته تسليم تنقل ماته هذا صلاة ليلة قف كنت مركب إلى هذا صليت دو إلى هذا وحال لقى فهم إيه معناها إيه لو حم بارو إيه قف كنت مسكح يسكو صلاة عي إيه هذا حقيقة الشرعية هي وصلاة إيه نقام الأورن إيه يوحن وجه إن دعو تسوح يبهن في قرينة كلا يدلل كلا يبهن وحكروا ترى إيه حقيقة عرفية وواحد ترى إيه اللفظ دي معنيه أصل كل لغوي على قصة عرب حقيقة عرفية الله صار سيدا أدابة أو كان اللفظ كان أدابة أصل ك وحكى كل ما يدب على وجه الأرض ولو دشيء لكن هذا وح عرف وكوية هي حقيقة وهي أفر الدين كلية لسيدا دميرها فرضها هي وح لم تكا مركب قف كنت ركبت الدابة مركبة وح إتاهين لو وح بارو معنيه حقيقة عرفيها هذه أي سنشري حقيقة شرعية هي حقيقة عرفية مركز إتاهين لو وح بارو حقيقة لغوي انت عمرك راح نقول بيا الظاهر المؤول مؤولكو ومرك لفظي معنيه سي مرجوحه لو حنبار لكن وشر الدليل يا قرينه تسنيسا ان معنيه مرجوحه لو جيد وحنا ليا شروط شروط مرك وها ويان ان لفظي معناها مرجوحه لو حنبار اصلا هو احتماله او لغهان معانيديسا اصلها اي كمتاي لكن مرجوحه سلام كان وين جرى الدليل كنت الصينية إن اللغة قصدين معنى ظاهر كها اللغة قصدين معنى مرجوحها وحين هذا إشارة إلى إن الأول هو جين دون المجاز مرك مجاز كو وحوي هاي وحقيقة عكس يعني وحي مجاز كو إن الله استعمال لفظي معنى أن أصل كل لغة اللغة إن الله استعمالها لكن شروط بيسوون اللي وين شرط علاقة علاقة كده حيث معنى هذا الله استعماله معنى أصل ك لو دشي سلام كان وانو جرى دليل يا قرينو كنت سنه سين معني اصل كاها لوغا قصدين معناها دم لوغا قصدين صار هذا انه كبحنو الحمار حمار وين نقنا دي و ناس كان انو هرنو او انو كو اديغنو حمار مركا بدنا وها لوغ نانيسا اما لوغ ماغا انو يهي واخ مسكح ادق او واخ با ان فاهمين قفكه مركا لا ماغاي وللي واخ حتى بليد واخ ما فهمتي waxaa lagu yiraahdaa anta ximaar marka anta ximaar marka looga qasbtay in dameerkii la raranayay baa tahay xayawaanka laakiin waxaa looga qasbtayaa waxa tahay qof aan waxba fahmin anta ximaar la yafham anta ximaar la yafham marka tiraahdo waxaa looga qasbtay marka lafdiga waxaa laga saaray xaqiiqadiisi waxa luqawga ahayd oo waxaa loo saaray almajaz marka hadda wuxuu waa macna majazi macna hadda marka uu ku tusanayo markuu balaado ku tusanayo waa macna majazi weyn وحلم إذا ترى رأيت أسدا يقاتل في المعركة وحان أركي اللباحة ما أنت معركة ذي وعلى ركموتشي مركز مركز واحد فهم إيسا إن لقى السارة معنيس أصل كهي اللودتشي اللو سارة معنى أن اللودتشين على قد شرطة دركة على قد شجاع نمي اللباحة هو شجاع إيا قرينة شرطة قد اللباحة هو معركة ذا كما رح تقالمه وصفك أن أنتو إن الله سوق قالوا اللباحة أنا كأك تقالمه ميوح إن لو قصدي مركز من جيسية أو ما أنت وعد لك موشي دقالك عياد فهم إسا واضح معناه سكون غني أنت أسمرك الظاهر والمؤول هدي أن يدرك ربحه وحنو إيمانا يا دلالة الألفاظ من حيث الكيفية والنوع قسم جدا بي دلالة الألفاظ دلالة الكيفية ذا وحن كودنا إن الألفاظ نسكو أي كوكوت السحكم الشرعي من حيث الذكر أو السكون يعني اللفظ طريقة إنه معناها كيفها منه وإما إن يهوي لو قلت واقعي يأني يهوي لقفها منه مركب لبو وكلا بحية وحيو كلا المنطوق هي المفهوم وحنكون بلا مركب المنطوق المنطوق هو دلالة المنطوق إن لفظه وكتسيه معناها إنه كفها منه في محل النطق يعني معنيه لو قلت واقعي مذكور كها مركب لفظه كفهمته وعلى دلالة المنطوق مثلا رب سبحانه وتعالى يقول أقيم الصلاة صلاة أوغا مرك الصلاة إن أوغا بلفظ كانت المهم معناها مذكور كحكم كمذكور كأنه مقلا إنه
وحويان صلاتي إلا أوه تاوح لي مركة منطوق دلالة المنطوق إن اللفظ معناها حصي حكم كاللفظ حصي نسك الشيء إن مقلينه إن أخرنينه أيوه لي دلالة المنطوق إلا قد واقي نطق حكت من النطق يعني في محل النطق دلالة المنطوق والسلس ووحي لو قد واقي إن مقلينه دلالة المنطوق مركة وحيو قيسون دا صدح قيوه دلالة المطابق و ان لفظك لو حمبارو على تمام معناه معنيه لو دجي او ان لفظك مره لو حمبارو اي وحده دلاله المطابقه مثلا البيت غري مره او جيدو غري او دن دربيسي البابكي سقفكي فاونديشنكي غري او دن كغري مره كود غري وحده دلاله المطابقه يعني هو منطوق وبيت غري بعد قصديسه لكن قربي أو تبل هذا هو قصدي سه وإحنا دلالة المطابقة أو إحنا قلنا واقعي دلالة سوائي اسم ما تكرهي بقول كي بقول دلالة المطابقة اللي هذا وحيدا جبت وحلا دلالة أتضمن دلالة أتضمن وحويا مرك اللفظ جاء لو استعمال على جزء معناه معاني دي سه قارك مثلا هذا مثل بيت كي تصار أسوأ قالنا قري إن لو استعمال سقف أو كليه سقف كله قصدي سقف مركب بستين در بنيت بيتا أما در بيات بستين وهاتير بنيت بيتا ما نعلم أنه ما يستر لكن ده أم قريبة كما قعود مركب اللفظ ديكي واحد استعمال شيء على جزء معناه مرة بضو واحد عدا ودركتان إن لو استعمال الرقعة صلاة أوردن بلو استعمال مركب نيادة وجزء كي يقول هو تلاقي معنى يوردن يعني وطاء عكسي هذه سجود وسوء كلا فهل الله استعمال مركة قاكوة صلاة ولم الله استعمال النبي صلى الله عليه وسلم بحكيها عني على كثرة السجود وها أيضا نجد الدلالة كله إلى دلالة الالتزام دلالة الالتزام محويا شيء كان منطوقه إنه كتصيه وح إستغى معنيه سيانهين لكن كلازمي كلازمي مثلا معنى خارج كان لكن كلازمي مثلا بيتك وح خصب هذه قرر للشيو حتى إنه قفكي السيء طانقة هانا وتشوف مركا إنه كتسيو بيتكو على الشخص الذي بنى البيت قفكي قرقة بالسيء وهل دلالة الالتزام أي اللي لها مركا دلالة المنطقة حنقل نسيت على قيبوت دلالة المطابقة دلالة التضمن هي دلالة الالتزام المفهوم ودلالة وكتسينا يو لفظه في غير محل النطق يعني الدلالة وكوت سنة النص لفظه واحد نطقه أهين يعني هو حكم ك نص كأما لفظه اللي قفه ما مذكور كأنا هنا مسكوت ك يعني هو حكم للمسكوت عنه اللازم لللفظ حكم ك لقى أمصي أن لفظه الشيء لكن كل لازم يكبر لنا يا أي اللي هذا مفهوم صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى وحين نقيمنا هنا مفهوم كلا بقيمه مفهوم المخالفة هي مفهوم الموافقة أي لوك على قيم دون مفهوم المخالفة وحويا إن حكم كأن مذكور كهين مسكوت عنه جاي وخلا كسهر كذا منطوقي منطوق بكسهر كذا صوت الذي منطوق وكل سنة حكم كمنطوق الذي سبع ماشي كبحري أي ماشي كبحري سؤال هذا إنه مركع إنه سوق هذا رب سبحانه وتعالى وحي ولا تقربوهن حتى يطهرن هوانكي هاو دواننا إلى أي طاهر نقضى منطوق مرك واضح منطوق وحيي دمر كي إلا قفو قاد مرك حيط قبان ونكو غستان أقلمون غير كيسين إنت أي حيط قبطو قبادي منطوق واكاس إلا ذا مرك أدي ذي سوام حي قفو إنو أقلمو ذا هوان كيسي ليكا أدي ذي إنا قفو إيسان طاهر هاي لكن مفهوم كو وحيي إلي هوانكي حلال كويهين بعدتو مركي طاهرو ذو حلال بكوته مفهوم كما كواكاس مفهوم كما كواكاس عليه مفهوم المخالفة ووحو خلاف سيه منطوقي بكسهر تيدا منطوقنا وحو تلمامي إن اللود وان دمرك كنا وحو مفهوم كنا شيء دمرك حلال كويه مركا مفهوم المخالفة إلى مخالفة المنطوق في الحكم عند انتفاء العلة عند انتفاء العلة وحيساقو ترى مفهوم ليلة مفهوم الموافقة مركا قارك وحيد سولون تكون مقعابا القياس الجليل مفهوم الموافقة وحويا إن حكم كي مسكوت عنه قاه لقى أمصي إنه وافق حكم كي منطوقها ما دام علده أي ولا قال أي وافقه بل كأول سنين
يعني وحال إلى ذا مرك قاركود إنه كأوليسي إسنا يعني مثلا أو منطوقي كما أوليسي صراحة مثلا رب سبحانه وتعالى مركو كهذا والدك وحيري ولا تقول لهما أف ولا تقول لهما أف والدك حكو أرن أف وكلمة تعفف والدك أف أرن يعني سبحان الله والدك يعني حقوق بدل ما كله مجرد إن وحير أي بصدان والدك حكو أرن وحا مفهومة مركا أو سنسكو منطوق يسأل لأن منطوق وحا لقد واقع إنه مقل إنه في محل النطق وكل شيء نسكو واتأفف إنا نفلور وحا لقفهم يا مركا إنه كسي حل من باب الأولى وكسي حل فوقي هاي وكحكونا هان إنا والد كيلا ضربين وانا قراعين أما أنا لا آي آياته ما يسن ضبع ديجن مسألة سو كما يسن هذا ضربي يشهدنا كما هذا لكن من باب الأولى حق علاه وها عصيان كوالدك يا والدك إن لو عاسي قروه وحاك غيسي فوق ضربي إيه شطمي مركا تعلم مفهوم الموافقة انت اسمرك وحنو كو قبقبين إن دلالات الألفاظ وحنو كسر دلالات الألفاظ من حيث الوضوح من حيث الوضع اللغوي دلالات الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء يهدو أن كهذا دلالات الألفاظ من حيث الكيفية وحنو قد بيا مركا ما حد كي قد بيه أصول الفقه مواحثتي وكهرني الموازنة والتنسيق بين الأصول وحد كان سينو تلماني وتخصصي مركا إن شاء الله تعالى آد فغان من النساء دي أنه مركا كبلو الاجتهاد والتقليد محالة قوة الاجتهاد حاسة قوة التقليد الاجتهاد وحالة قوة قفك عالمك إن مسائلك النصوص تكسر أرورين إنه جهدك صورا وكبحيه si xukumka sharciga u gaaro juhdigii soo dhayn uu ku bixiyo sidoo uu xukumka sharciga u gaaro si marka uu mujtahid qofku u noqdo oo marxaladda ijtihaad qofku u gaaro shuruud bay u baahan tahay shuruudda marxaladda ijtihaad qofku u gaaro u baahan waxay tahay inuu luqada carabiga iyo furuucdeeda qofku u garanayo qof aan luqada carabiga garanayn iyo furuucdeeda mujtahid ma noqon karo sababta quraanka iyo axaadiistuba waxay ku salaysan yihiin luqada carabiga سيدو قال قفكو عينو يقانا القرآن وتفسيره قرآن إيه تفسير كيس إصول تفسير قفكو عينو قرمي وعينو قرمي إيه حديث كي يصوشي لقلم حو قفكو كوج دي هذا يدوس النصوص تيبا قرمي وعينو إيه سيدو قال يقانا مقاصد الشريعة إيه تطبيقات كذا ومرر كقار كود ويحي أن نسكسو أرورين وعينو قرن كرو إن ويتماشى ويتوافق مع مقاصد الشريعة مرك اجتهادك وحب هاي الشروط هاس أما تقليدك وقفك إنه مجرد عمل فرض قفك قول كيس من غير حجة قفك مقلد كحجة ومبها قفك كل سنة هي دينها من شيخة أو كل سنة هي دينها إنه قول كيسة وكو عمل فرض مسألة إنه ويدي مركو جوابنا إنه صدق كو عمل فرض لينك مفتيجة كما خصبنا إنه دليل وكو شو قفك طالب العلم أي ربعين علم الزياسة أما حكم كوح القدس لي ربعين فهماي واستفسار ويدين كرا وحنا سأل الله القدس لي لكن قفك مقلد كاهي وضع هنا إنه قفك دليل ويديه شيخنا وضع هنا إنه قفك دليل كوشة مقلد كاها مجرد إنه مسألة حكم كذا وشة قوي فكم مقلد كوا إنه كو عمل فلا التقليد كوا العمل بغير بقول الغير من غير حجة وهكذا سوز قري موضوع مبحث كان الموازنة والتنسيق وحن التعارض والترجيح مركي قاركو وهذا على إن نصوص أي استعارض تعارض مركا محن كودنا تعارض محن كودنا إن لبنس أي مذول بحكم كيسو كان كلا وكسو هرتشي لبنس مثل كان كلا حكم وطه أي كسو هرتشي حالة ثمانية ما لبنس نصوص استعارض صالحا مثلا مثال هذا سوق النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس النبي صلى الله عليه وسلم حور ربي صلاة دي بعد الصبح صلاة الصبح كذب إلى قرح الصبح لكن هذا نوح علينا فرا إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتي قفك هذا مساعدك السوق قالوا تحت المسجد كي وين تكذب كان نوح ويا نوح أمره إلا تكذب
كان وح أمر يا صلاة إني مني قطعه بعد الصلاة فجر من الخوف تقول كذي لا قرحة أكون صباحا سدوا كلا فتح هذا إن الآخر يا صلاة جهرقة يين الآخر نصوص بدن أو أكسس قفك وكذا كان كربات شنا مجالك ما كتناقض دليلين من حيث بحيث يقتضي أحدهما خلاف ما يقتضيه الآخر يعني لما دليل إن التناقضان أو كني وحو كفريه كان كلا لدكيس أيو كفرية أما ويسك سهر شيدا ويسبرونية مالك تعارض مالي ده تعارض طبعا نسك أصلا شرع له تعارض مالي لكن وقصور كفهم كأن أي تعارض كإيمانية أما إنا إن أغين حكم النسخي أما إلى آخره أما إنا سن وارد أهين أو سن شرم حديث كني أو إنا سحديث قراني تعارض مالك وقصور غالبا حق قفك سوق تعرضي مسائشة كيماني ووهمي عن حقيقة رسمية عن كل سنة لكن نصوص ما دام أي كسوة فلس شارع رب سبحانه ما أنت وحي كسل سيهين إما وحي قرآني أما وحي حديث نبوي أصل كوضا تعارض كما دحين لكن هذه أو أي إشكال كاسيتشرو إنه تعارضان لبنس وهذا يرات إنه لم وقت لبنس إن إسك سهر شيئا حق دلالة دودي ما هي إنه كذا رقمينا ما هي إنه كذا رقمينا والتعارض كي أرفع إنا إنا ما وزعلينا إنا دور خدوات خدوات كواد وين لسكت إلا وين حدثت لا تسمع ولا تسمع مثلا هذا مركان شيء وكلا الصلاة تعيد المسجد كي بعد الصلاة الصبح قفكم مركي وتكذب إلى القراءة الصبح زيان لا تكون مرة دي اللي سبع لقط شمعية هل لقط شمعية إلا إلى هذا سعلوه بدنا يكون شمعيين راجح أنا إن شاء الله تعالى إلا إلى هذا صلوات كي ذات الأسباب صلاة أهل النهي وصلاة مطلقة النوافش مطلقة ما هو ذات الأسباب صلاة هذه الصواب لا هي إذا لم النهي وتحية المسجد صواب إلا لقف مساعد كده الصواب قاله دخوله للمسجد باوحي الصواب سوك الهدي اللي قلت كان جنازة سوك الهدي أي تشران أسباب كله أو أما خصوف أما قصوف أي واحد لم يده صواب هدو تشرو كان إلا تكذا سلادي أنفرد كاهين وإلا تكذا مالك سلوات ذات الأسباب أي الله قصو خيابي وحديث كان أي كيك كله لقل للتشمعي ولسكو خص كان عمو كيس أي كان كله أي خصوص كسي وحال إلى هذا أنت لو حلو قصة قاتل ولا نسوح لي تعارض العامين أما تعارض العمومين مركب بدنا عام كي هاي عام من وجه وخاص من وجه آخر مركب إن لا تسمعيو أي كنيسة سوى كلا صلاة الفجر حال الفاتحة دي صلاة تهرقها إلا إلى هذا الفاتحة دي وعلى آخرين كلا ومركب سبحانه وتعالى اللي وإذا قرأ القرآن فأنصته وحال لقى السورة هي فاتحة دي وفاتحة دي وعلى آخرنا إياه لكن قرادي كالقفك إنه أخرية عن فاتحة أهن ما هنا وإمامك وإنه دقيسته إلى آخره وإن لسكوته إن لتمعيه نصوصتي وأخذوه ذكوه هذا السورة هو إن معنا هان لتمعيه وما يلدح لسوقه كان وإن لرهاديه تاريخ هذا كيبا هرهي والناسق إيه مصوخ كيبا ناسقه كيبا مصوخ وإن لرهادي هذا تاني السورة هو إنه وإن لك الرجحه خصوصي بطرق شرعية يعني إن لك الرجعية حق قوة ذا حق هدوية كان قرآن هدوية كان حديث هدو كان صحيح كسوة على رأي هدو كان وإن سلوك الأمد لقول رقم مد إن الرجحة هدي وح مرجح هذا أو كل الرجحين كلا اللواية وإن لقى توقفين غنس آخر صار أمرك هذا الدحية أن كأهين أنت هذا عن شعر مثلا نبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وحوري إنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. لأنه صلى الله عليه وسلم وحول نهي قفك النكاح لحرم سوى قفك محرم. إنه أما حرام أما قرصه إنه قفك قوري أما سوون قرصه. لكن ابن عباس وحوري إنه صلى الله عليه وسلم وميمونة قرصه وهو محرم. وهو محرم. وحتاك سهر كذا إن ميمونة نفسي هذه يا أبو الرافع أي وريين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. نبي إنه قرصه isaga oo aan muhrim ahayn oo xalaal marka u fiirso labadii xadiis sida ay tacaarud ku dhaxay iska macnaan ay isaga soo horjeedaan min dawlay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu guursaday maymuna isaga oo muhrim ah min dawlay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu guursaday isaga oo xalaal
marka waxay u baahan tahay in murajaxaadkii la fiiriyo walow hadda aad moodda kan dambe inuu rajaxan yahay sababto qofkii la guursaday naftigeedii ufrida murajaxaadka ka mid tahay gabadhii la guursaday naftigeedii baa waxay leedahay maya nabigu aniga wuxuu i guursaday isagoo xalaal baynama ibni cabaas uu ka wariyey nabigu wuxuu guursaday maymuuna isaga oo muxrim waxaan filayaa marka intaas inaynu ilaahay fadligii subxaanahu watacaala kusoo gabagabaynay mawaadiicdii usuulu lfaqiga afartaa xalqadood waxaan rajaynaya in laga faa'iidaystay waxaan rabaa inaan akido afartan jalso ama afartan xalqadood qofka ka deeqi mayso in uu barto usuulu lfaqiga ama uu u noqdo maraajicdiisa ama kutubta laga alifay ugu yaraan mukhtasaraadka usuulu lfaqiga laga alifay qofkii inuu u xoroobo oo nin sheekha uu ka qaato ka deeqi mayso laakiin waxaan rajaynayaa in ay soo dhaweysay macnaha oo qofka daarulcilmiga ay ka siisay fikrad guud oo uu rajaynayo in isaga oo sawir buuxa ka haysta usuul fiqiga waxa uu yahay uu markaa bilaabo qofkii inuu daraaseeyo waana ujeedada aynu ka leynay silsiladan ama ha aato naxwaha aynu hore uga soo hadalnay ama ha aado faraa'idkii ama ha aado usuul fiqiga hadda ama haddii ilaahay yidhahdo mawaadic kale oo laga yaabo iyadana inaan isugu soo noqono intaasan insha allahu tacala kusoo gabagabaynayaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.